بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا اليوم وصفة الأقراص الطرية اللي بالحليب لشرب الشاي أو القهوة. مقاديرها عندنا سهلة وبسيطة، وكتير طريقتها مبسطة للي بده يتعلمها لأول مرة. كتير هشة وخفيفة، هاي بتنفع لكل الأوقات، للشاي للحليب. هاي كتير طريقتها مبسطة ومقاديرها سهلة. وخليني هلأ مع الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنا اليوم طريقة القرص الطري اللي بالحليب، طريقة سهلة ومبسطة كتير، يعني متناول الجميع، الكل فيه يعملها بسرعة سلسة وسهلة. المقادير اللي عندي كتير بسيطة. هون عندي كوباية من الحليب الدافي، هون كوباية من السمنة ومخلوطة بالزيت، يعني نص سمنة ونص زيت. هون عندي 1 معلقة كبيرة من الخميرة. هون حاخد من البيكنج باودر معلقة صغيرة، وححط طبعا باكيت فانيلا اختياري ومعلقتين كبار من السكر. الطحين عندي حسب العجينة ما تاخد معي. اول شي بسم الله الرحمن الرحيم، بدي احط الحليب الدافي طبعا. بسم الله، احط الخميرة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والفانيلا. احط معلقتين من السكر الكبار، اسيبهم شوية هيك، خلطهم بس شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا بدي احط عندي هون السمنه والزيت بعد ما حطيت الخميره وسبتها شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ابلش انزل الطحين. كثير الطريقه سهله مبسطه. هاي الطحين عندي حسب ما يشرب السوائل، وما ننساش هون بيكنج باودر طبعا للطراوه. هاي قد بس معلقه صغيره هيك، ونبلش شوي شوي نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا الخليط عندي دافي انا، يعني كتير منيح بتفاعل الخميرة مع العجين. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما يشرب طحين السوائل. هاي شايفين، هاي شرب بسرعة. هاي مع السمنة طبعا، مع الجو بتشد، اذا كان الجو شتاء بتكون احسن، هي سايحة تكون. هاي شايفين كيف العجينة، يعني حوالي اخذت شي كوبايتين ونص من الطحين الكبيرة. يعني هاي بسم الله. هاي هلا بس بدي ضل اعجن فيها. هاي اقل شي العجينة عشان تاخد مع بعض 5 دقايق. هاي او على الطاولة بتطلعوها وبتعجنوها مع بعض، بس انا هاي شوفي. بسم الله، اتم اعجن فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هاي قد ما قدرتوا. هلا طبعا بعد ما عجناها منيح، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي اسيبها ترتاح العجينة لما تخمر، وبنرجع لها بعد ما تخمر. هي بدي اغطيها انا لما ترتاح وتخمر، وبنرجع لها بعد هيك. هيتها عندي خمرت، شايفين. هلا بدي اقطعها شوي شوي صغيره، قطع زي هيك صغيره، لانها هترجع تنتفخ وتخمر. او اذا بتحبوا بتقطعوها الحجم اللي بدكم اياه انتم على اكبر، واحطها هلا بصينيه. او اذا بدكم، انا هيك بدي اعمل نوعين، نوع مع سمسم ارش عليها مي، ونحط مع سمسم ونرصها هلا بالصينية ونشوف كيف. هاي عنده هون شوية مي، هاي حطيت على الوجه، وهون سمسم، هذا اختياري. هلا ونرصها وين؟ بالصينية. هذا إذا بدنا إياها بسمسم، إذا بدنا إياها بدون سمسم هاي بنتركها بس هيك، وبنخليها على الصينية حدها بدون. هاي لأن هيك هيك حتخمر، ونبسطها بالإيد هلا شوي. هاي نعمل كمان واحدة بالسمسم. هاي سكرها منيح هيك اللفة عشان تعطينا منظر منيح لما تنخبز. هاي هاي احطها هون بالمي بس اقد الوجه، وهون بالسمسم نغطسها كمان مرة، شايفين، نرصها على الصينية كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بتحبوا بتسيبوا العجنة تختمر أكتر، هذا اختياري، بس أنا هيك هيك لأني حسيبها تختمر
بعد شوي وبعدين بالفرن لانها كثير بتصير اختمرت. هذا بيرجع برضو لكم. بس هي كثير الطريقه سهله ومبسطه. هاي كمان وحده المي بالسمسم نرصها على الصينيه. هاي اعمل بدون سمسم هلا. هاي هيك هيك حتنفش وترتاح هلا. هاي خلي مسافات بينهم لانه هيك حيرتاحوا ويختمروا. كمان وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان وحده. هاي اعمل كمان وحده برضه بالسمسم. بسم الله. او بترشوها رش بالمي بفرشايه، هذا حسب يعني ما كل واحد وطريقته. هاي انا هيك بس احط شويه مي بالسمسم، هاي شايفين، ونرصها برضو على الصينيه. هاي لما نخلص هلا بقيه الكميه، انا عملت كميه بسيطه على اساس تكون سهله وللتجربه اللي بحب يجرب. هاي نحط هاي لما اخلص ونرجع لكم هلا بقيه الكميه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هاني بعد ما جهزتها هلا بدي اضغط هيك بطرف الايد منشان تفرد. هاي هاي اللي بالسمسم كمان، وانا حميت الفرن على 180 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطهم بالفرن هلا. بتحبوا تكبروها اكبر، هذا بيرجع لكم تعملوها اكبر كتير يعني مثل الرغيف او اصغر. هاي نحطهم هلا. هيت بدي احطهم هلا بالفرن وبنشوفهم لما شايفين. هيتها طلعت عندي اخذت بالفرن اقل من شي ربع ساعه والفرن حامي. شايفين شكلها كيف بشهي. بس انا هلا عندي هون مي حرشها على السريع، بس رش خفيف على الراس على اساس نغطيها، وبتضلها محتفظه بالطراوه تبعتها. طبعا هي بس رش على كل وحده رش خفيف من المي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين بس كل وحده بتدور. هاي بتحتفظ فيها بتعطيها طراوه. هاي بس نغطيها بس شي 5 دقائق هيك وبنرجع لها. بس بعد 5 دقائق هيتني هيك بعد شي 5 دقائق. هاي شايفين كيف شكلهم بشهي. شايفين وكيف طرايا. هاي افتح وحده شايفين. هياتهم عنا ان شاء الله بتعجبكم طريقتهم. وما تنسون اجعل كل فيديو من اللايك والاشتراك، وبنلاقيكم فيديو تاني وبامان الله.